وهذه يا الاخوان هي مدينة القنيطرة. احنا مازالين في مدينة القنيطرة. هذه هي المدينة. احنا دابا في واحد الطريق اللي غدينا ديريكت للبحر، نمشيو نشوفوا البحر ديال مدينة القنيطرة. هانتوما كده تشوفوا هنا وسط المدينة، مدينة زوينة وخلابة ورائعة، فيها الحركية، أحياء صناعة، يعني حي صناعي كبير، زدنا حدا قبيلة، العمال موجودين بكثرة، يخرجوا من المصانع ومن المعامل اللي متواجدة في الحي الصناعي. ما غادي نسولو على أو نشوفو أي بلاكة اللي فيها اسم الشارع اللي كندوزو منو. هذا هذه هي القنيطرة. بعد ما استرحنا شي شوية قلنا نمشيو الطريق، نشوفو البحر، نمشيو مع الطريق حتى البحر، نشوفو المياه. توحشناها من طنجة، ما بقيناش شفنا البحر، من البحر الأبيض المتوسط حتى المحيط الأطلسي. طنجة شفنا البحر واستمتعنا بالسباحة، وبواحد اليوم اللي دوزناه فوق الرمال في البلاية في طنجة. ودابا احنا في مدينة القنيطرة، وهذه هي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هنا في القنيطرة. هنا كندوزو من الأمام ديالها. أحياء وشوارع مدينة القنيطرة. مدينة القنيطرة. هذا واحد حادث طفيف بين زوج السيارات، نتمنى الله تكون الامور بخير وعلى خير، وحتى واحد ما يكون تصاب، فقط يعني الخسارة كاينة في السيارتين فقط، خسارة مادية في السيارتين بجوج، كاين شي مشكل. المهم هو الانسان ما تخسو حتى شي حاجه، اهم حاجه هو الانسان وصحه الانسان. هذه هي القنيطرة، وهذه الاجواء هنا في القنيطرة. هذا طائر القلق اللي داير العش ديالو هنا في الاعلى ديال هاد العمود. اجواء زوينه،
ورحلة مميزة هذه كنقضيوها حنا وياكم من مختلف المناطق اللي تزنا منها، ومازال ان شاء الله موصلين نحو الجنوب والى حدود معبر القرقالات. فاللي مازال ما شاركش معنا يدير معنا اشتراك، تنعاود نذكركم الاخوان اللي مازال ما بارطاجاش لنا الفيديو يدير لنا بارطاج مع الاصدقاء مع المجموعات ومع العائله، باش كلشي يتبع معنا هذه الرحله. هذه قناتكم قناه بن سبع تي في، قناه العائله، قناه الاخوه. بكل احترام وبكل اخوه كنقدم لكم فيديوهات دائما اللي تكون تطليق وكتشرف. تبعوا معنا التحدي الى نهايته ان شاء الله، وكذلك كونوا مستعدين معنا لتحديات قادمه غادي نحاولوا نوصلوا فيها لباقي المدن اللي ما وصلناهاش. دائما التحديات تكون على قناتكم بن سبع تي في وقناه وولف حماده، كذلك الصديق ديالي المشارك ديالي المشارك معايا في هذا التحدي هذا. نمشيو نشوفوا الموج ونمشيو نشوفوا البحر، هذا هو الهدف ديالنا الان بعد ما خدينا واحد القسط من الراحه هنا في مدينه القنيطره. الناس ديال القنيطره راكم عارفين بطبيعه الحال، راكم عارفين المكان وعارفين فين واصلين دابا. اشغال البناء على قدم وساق من اجل بناء عمارة جديدة و احياء جديدة داخل المدينة. هذه هي المدينة، مدينة القنيطرة. تنحاولوا ما نقبطوش الناس بعض الشيء، ولكن عندك ما تدير حتى يدخلوا الناس الصورة. وأخيرا نحن لقينا المياه، ربما ديال شي واد اللي كيكب هنا في القنيطرة. غادي نشوفوا هادشي هذا وغادي نكتشفوه حالا. هاد الماء هذا ديالاش؟ واش واد هذا؟ شناهو هذا؟ نشوفوا الان. ما حنا هنا الا للاكتشاف، وما حنا هنا الا باش ناخذ واحد الجولة ونكتشفوا فيها بلادنا والطبيعة ديالتها الخلابة. خليكم معنا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة اللي غادي نقدموها لكم على قناتكم بن سبع تي في الى حدود الصحراء المغربية ان شاء الله، حتى نصور لكم الرمال والكتبان الرملية من الصحراء المغربية. اللي مازال ما قدمش لنا الدعم مرحبا، قدموا لنا الدعم بالاشتراك وبمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء ديالكم والعائلة. أنا نحاول نسوي سيد. السلام عليكم خويا، هذا واد ياك؟ واد ديال اش سميتو؟ سميت هذا الواد؟ سبو. واد سبو، شكرا شكرا خويا. هذا واد سبو، هذا واد سبو كي قال لنا السيد الان. الله يحفظك، انا تغلط ليا قلت واش واد سبو او لا بهت. واد سبو
بهت. الله يحفظك. هذا هو واد سبو كي قال لنا السيد. الجهه الاخرى كاين واد بهت، واحد الجهه هادي فيها واد سبو. زنا عليهم في الطريق فاش كنا جايين على واد سبو على واد بهت. هذا هو واد سبو كما كتلاحظوا، هاد الصياد فين تيحاول يصطاد، وهنا هاد المراكب هادي اللي كتستخدم في السياحه، الناس اللي تبغي تجيب شي دوره من داخل المياه غادي يعطيو شي بركه وغادي يمشيو يجيبوا دوره من وسط المياه. هذا هو واد سبو هنا في القرب من المصب ديالو في البحر، بالقرب من اولا في وسط مدينه القنيطره. هذه هي الاجواء وهذه هي الطبيعه. تحيه للاخوان كاملين اينما كنتم، ترقبوا معنا فيديوهات قادمه ان شاء الله. شكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديوهات قادمه.